أهلا وسهلا فيكم بأرسون بوز. طريقة مهمة كتير من طرق التواصل الاجتماعي بين شخصين هي إنه الإنسان يفكر دائما إنه يدخل بأي حوار من مبدأ الربح المشترك. يعني أنا لما بدي أدخل بنقاش مع أي شخص ما أدخل بنقاش معه من مبدأ إنه بدي أثبت له إنه هو الغلط وأنا الصح أو بدي أفرض عليه وجهة نظري. الفكرة النية الأساسية مفروض تكون إنه كيف اتنيناتنا بدنا نستفيد من بعضنا البعض. هاي بيسموها بالإنجليزي مبدأ الوين وين، يعني إنه اتنيناتنا ربحانين، ما في خاسر، اتنيناتنا ربحانين. هذا الموضوع كتير بيخلي التواصل أفضل وأقوى وبيخلي الصلة بين الناس أكتر. طبعا هذا الموضوع شوي صعب ممارسته في البداية، ولكن لما بتفكر فيه كمبدأ حياة وكأسلوب حياة صدقني انه حتشوف كتير اختلاف وفائدة ومنفعة من تحسين علاقاتك بالناس اللي حواليك. انتبه انه اي شخص انت بتحكيه بيكون هو لا شعوريا عم يحضر حاله لحتى يستفيد منك بشيء، وإلا ما كان مهتم انه هو يقعد معك ويحكي معك. فانت لحتى تفيده بشيء معين بدك تظهر له انه انت مهتم بانه هو دائما يكون مستفيد ورابح ومرتاح. على العكس تماما لما بيكون عنده احساس انه انت عم تواجهه لاثبات خطا رايه او خطا نظريته او خطا موقفه، فطبعا بيكون الموضوع فيه تنشن او فيه يعني توتر. العلاقه بتكون مثل ما بنقول بالسوري حامضه شوي. فنصيحتي لك انه تدخل اي حوار او اي علاقه بمبدا الوين وين، بمبدا الربح المشترك. انا بتشكرك على مشاهده هالفيديو وبتشكركم على زيارة موقع أرسون بوست.